هنالك ضربات كثيرة جاية، وهدف السياسة الأمريكية هو إسقاط حكومة الإنغاز، لكن الهدف الأساسي ليس إسقاط الإنغاز، إسقاط الهوية العربية الإسلامية للسودان، وعلى شعب السودان أن يقف مع الإنغاز. بعدين إذا عندنا مشاكل مع الإنغاز نحن بنعرف نحلها كيف، لكن لا يمكن أن نستبدل الإنغاز بياسر عرمان. الكلام ده يكون واضح جدا، وعلى شعب السودان، كل شعب السودان، أن يتحول إلى مجاهدين، بشرط أن تكون الحكومة ذاتها مجاهدة.